نحن هنا. حسن. الحمد لله على السلامة لولا. الله يسلمك، وحشتني يا حسن. وانتي؟ وحشتني يا حبيبي. احكي لي بقى، اتبسطتي؟ قوي قوي، يا ريتك كنت معايا. المرة الجاية. المرة الجاية هتسافر معايا، يا كده مش هسافر تاني. عمرك يا حبيبتي، المرة الجاية واللي بعدها وكل اللي تطلبيه. الشهر الجاي هرقص في أوروبا. مبروك. ميرسي. هتيجي معايا مش كده؟ طبعًا. امال حسيبك هناك لوحدك شاري بحاله؟ يعني ما سالتنيش. عن ايه؟ عن عربيه الخواجه سيمون. اشتريتيها؟ وشحنتها معايا من بيروت، وواقفه قدام باب العماره دلوقتي. اوعي سيمون يكون ضحك عليك. انا دفعت له زي ما قلت لي انت تمام، ولا ليره واحده زياده. أروبة يا حبيبتي. تلمستك يا ابو علي. مين ده؟ خليك انت.
محمود، ايه الحكاية؟ حكاية ايه؟ كنت ماشي ورايا من اسكندرية لمصر ليه؟ عادي. عادي يعني ايه؟ ما تتكلم يا حسن. هو حسن كان معانا، صدفة شفتك في اسكندرية، وصدفة مشينا الطريق واحد. وايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ عادي. طب وما كلمتنيش ليه لما شفتني؟ عادي. هو كل حاجة تقول عادي؟ انت مش عارفة محمود وحركاته؟ تلاقيه كان هربان من واحدة من اياهم. بقول ايه؟ مش هتديني لفة؟ لفة ايه؟ العربية الواقفة تحت. العربية؟ طب ونعمل ايه من غير عربية؟ خدي تاكس. يا برودة يا دمك. خدي عربيتي يا لولا وادي له مفاتيح خلصينا منها. يعني ياخد عربيتي الجديدة واستلف انا عربية نص عمر؟ اصله جو جديد حلو قوي يستاهل. هتفرقعك ومش هتيجي في الميعاد. عادي. اتأخرت ليه؟ الليل سطار يا عتريس، مش كده ولا ايه؟ عملت طيب. هي دي الشغلة كلها؟ الغالي تمنه فيه. أفيون. العربية لازم ترجع الليلة. يلا يا رجالة شوفوا شغلكم وخفوا ايدكم شوية، خلي بالكم قدامنا ساعتين زمن عشان العربية ترجع زي ما كانت. يا محمود، محمود انت اتغيرت يا محمود، انت ما بقتش بتحبني. انا عمري ما قلتلك اني بحبك. يعني ايه كل اللي كان بينا كان معناه ايه؟ مجرد وقت ظريف قضيناه سوا، والوقت الظريف ما حدش يندم عليه. يعني خلاص خلاص عادي. طب وانا؟ انا بحبك يا محمود. بكره تحبي غيري ويجي راجل غيره. انت سافل. انا مش سافل، انا عمري ما وعدتك بحاجة. انا غلطانة اني صدقتك، غلطانة اني عرفت واحد زيك. محمود محمود. خلاص يا قمر، كان لازم يجي يوم تنتهي العلاقة دي. صدقيني ده لمصلحتك. اركب معاها التاكسي اللي تقولك عليه ايه، وبعد كده سوا هيتصرف. بونسوار. مرحبا ميرفت، اهلا وسهلا. اهلا، اتفضلي. ميرسي. ايوه هي. اقدم لك بيومي بيه يا ميرفت. تشرفنا يا بيومي بيه. بيومي بيه معجب بيك قوي وعازمك تشربي كاس معاه. كاس واحد بس يا بيومي بيه. انا تحت امرك يا حلوه. يبقى اتفقنا يا حبوبي. اهلا حاج سعد. اهلا. يعني جاي وايدك فاضيه؟ مش لما نتفق؟ ما احنا دايما متفقين. والميعاد امتى؟ لما اعرف هقول لك. وهنتقابل هنا برضه، بس المره الجايه ما تجيش وايدك فاضيه. طيب.
استاذ محمود، انت تعرف لولا الرقاصة؟ مالها لولا؟ انت سبق واستلفت عربيتها النهارده الصبح. ما انا قلت لستك انا بوجه السؤال لمحمود مش لك. ايوه ايوه. هي ايه الحكايه بالظبط؟ لولا اصيبت في حادث انقلبت بيها العربيه. ايه؟ تقرير المعاينه بيقول فرامل العربيه كانت. ولولا جرى لها ايه؟ لولا في المستشفى وللاسف الاصابه خطيره. كل شيء تمام، وما دام دفعت الكفاله سيب الباقي عليا انا. ولولا ربنا معاها. هي لولا اتهمتنا انا. مفيش شهود وانت ما اعترفتش بحاجه. ايوه بس لولا تعرف حاجات كتير. كان ممكن تعرف اكتر كده، كان لازم تسكت. يعني انت شغلنا ما يعرفش لولا، ما يحبش لولا. لولا بتحبك ليه؟ ما هو مفيش حاجه ملهاش سبب، حتى الحب لازم يبقى له سبب. لو بقى له سبب ما بقاش حب. يبقى متفيد. اهو اللي كان بيني وبين لولا ما هواش حب. ما تتكلمش عن الحب، انت عمرك ما عرفته. بالعكس يا محمود، الحب اللي نعرفه هو اللي ملوش سبب، الحب الحقيقي. حب الفلوس مش كده؟ حب ليك يا محمود، حتى الفلوس اللي جمعتها وشقيت فيها هتكون ليك في يوم من الايام. وايه قيمه الفلوس؟ لولا جايز تموت، انا جايز اموت. انت لا، انا فديك بعمري يا محمود. ان ما كانش الموت يبقى السجن، والحكايه ما تفرقش. السجن انت عمرك ما هتدخله. ليه؟ على راس ريشه؟ مش لازم نضيع احنا الاثنين، كفايه واحد. وقتها هشيل الهم ده عنك. كفايه انا يا محمود. انا مش هستنى لغايه لما يجي اليوم ده. كفايه لغايه كده يا حسن. انت اتجننت. انا خلاص عيلت. انت سكران. انا عمري ما كنت فايز زي دلوقتي. انت اخويا ودراعي اليمين. اللي ملوش قلب ملوش دراعين يا حسن. انا قلبي ودراعي زي الحديد. وانا مش ممكن اكون دراعك اللي يقتل. انا ما قتلتش. ولولا اسكت اسكت. ما حدش بيقتل حد. واللي بيموت في شغلتنا بيقتل نفسه، واللي بيتقتل بيفادي غيره. لعبه مش بتاعتي. بكره ترجع لعقلك. بكره هرجع لقلبي وضميري. اظن كلمه غريبه عليك. انت عيل صغير. يا ريتني ارجع عيل صغير وانسى اللي فات من عمري. انا اخوك يا محمود، ما تسيبنيش. ان كنت اخويا صحيح سيبني انت يا حسن. نهارك سعيد يا ست ام فاطمه. شقه غريبه. خير يا سي محمود؟ يا ترى فاطمه هنا؟ لا فاطمه مش هنا. امال فين؟ لسه ما رجعتش من الشغل. ويا ترى هتتاخر؟ الله اعلم، ساعات بيبقى عندها شغل وبتتاخر. طيب هبقى اسال عليها مره تانية. ابي سلمي لي عليها. طيب على اذنك. مع السلامه. والليلة دي حاسبت لك ان انا عندي كلمتي. مرحبا ابو حنفي. خطوة عزيزة. ازيك يا عتريس؟ يا مرحبا. ايوه خدمة سي محمود، اؤمر. هي خدمة صغيرة بس أربعة باب. عربية؟ على قد. نقل اللي تعجبك. بيع وشراء. مش عيب، هو في فرق بيننا؟ ألف ونص. اشمعنى؟ ما قدرتي. بس حسن طول عمره خيره علينا. دي ليا مش لحسن. هي ايه العبارة؟ تاكس، وانا اللي هشتغل عليه. وايه لزوم تاكس واحد؟ خليهم ثلاثة خمسة. شغلة التاكس عايزة كده. بقولك ما اقدرش، ولو التمن اكتر تقسط لي. مفيش فرق، خد العربية اللي تعجبك. لكن قول لي، انت نويت تسيبنا ولا ايه؟ اهي دي عربية كويسة. بس المهم يا عتريس، الفرامل تكون سليمة. محمود. أنا معرفش نمرة تليفونك، وكان لازم أجي. خير؟ عايز أقابلك ضروري. أنا مشغولة يا محمود، أنت معطلني. حسناك في نفس الكازينو، خلص شغلك وتعالي. Thank you.
فاطمه مش موجوده. ما رجعتش من شغلها؟ لا رجعت. اه امال هي فين؟ راحت تزور واحده صاحبتها، اصل فرحها الليله. فرح مين؟ صاحبتها. طب وهترجع امتى؟ يا عالم يا ابني، فرح بقى وعذرها معاها. طبعا طبعا، استاذن انا. ما قلت ليش يا ابني كنت عايز فاطمه ليه؟ ملوش لزوم بقى يا ست ام فاطمه. لولا رجعيني اوضتي لو سمحتي. لحظه واحده من فضلك. انا ارجوك مش عايزه اشوف حد، مش عايزه اكلم حد. هما كلمتين هقولهم لك وامشي على طول، بس ارجوك تسمعيني يا لولا. نفسي تصدقيني وتعرفي اني بريء. انا ماليش دعوه بحكايه العربيه، والدليل على كده ان انا سوقتها ليلتها لغايه كباريه. ولو ما كنتش بريء ما كنتش قدرت اجيلك النهارده. حاجه تانية يا لولا انت ما تعرفيهاش، انا سبت حسن. ارجوك تصدقيني انا جايلك النهارده عشان اخلص ضميري. انا ابتديت حياه جديده وبصفي كل الحسابات القديمه، ويهمني قوي انك تصدقيني. انا عارفه يا محمود. عارفه؟ عارفه كل حاجه، عارفة مين اللي بوظ فرامل العربية، وعارفة أكتر من كده كتير، أكتر من اللي أنت نفسك تعرفه. يعني إيه؟ ميرسي على الورد يا محمود، زيارة مقبولة. اهلا وحشتني، ايه الاخبار؟ قلستك جاوب واللي اتفقنا عليه. جنب رجلك الشمال شنطه سوداء فيها الامانه كلها. شوف بنفسك. 100,000 فل مش كده؟ 50,000 فل بس يا حسن بيه. ليه؟ كان اتفقنا 100,000. الباقي تاخده بعد التسليم باسبوع. انا مش هقعد معاك كتير، وكنت عايز اعرف امتى. لما يجي الوقت هتعرف، ولما يجي الوقت تاخد الباقي. حسن ايه اللي جابك؟ اشتقت لبيتنا القديم، اشتقت اني اشوفك يا محمود. وعرفت منين ان انا هنا؟ امال هتروح فين؟ انا عرفت انك سبت شقتك وبعت اللي فيها عشان تتاكد ان ليلتها ما كنتش سكران. اوعى تفتكرني زعلان يا محمود، تصدق بيه انا فرحان لك. اصلك لسه على البر، انما اللي زي انا في وسط البحر يا يعوم يا يغرق يا ابو حنفي. عوم وارجع للشط يا حسن. لسه بقانش الاوان يا اخويا. المهم انت هتعمل ايه؟ عادي هشتغل وربنا يعيني. محتاج حاجه؟ فلوس؟ امر يا ابو حنفي. انا عارف يا حسن، انا معايا اللي يكفيني ويخليني ابتدي سليم. وانا رقبتي سداده، معايا من جنيه ل50,000. ايه دول؟ فلوس يا محمود. فلوس من ايه يا حسن؟ 50,000 ولسه قدهم. دي فلوس حرام. بكره ما توب تبقى حلال. صدقني يا ابو حنفي كلامك ليا اخر مره اثر في نفسي. انا ناوي اعمل زيك بالظبط، بس اضرب ضربتي الكبيره وبعدها خلاص. انا كمان عاوز ارتاح، بس انا ليا خدمه عندك. انا حاسب لك الشنطه دي وعاوزك تخفيها في مكان امين، امان لغايه ما ارجع واخدها منك. حسن انت عارف ان ده مش ممكن. من حقك ترفض، بس دي اخر خدمه هتعملها لي لو كان لي خاطر عندك. ولو انا مصدقك وعارف انك تبت حقيقي، يمكن ما كنتش وثقت فيك وطلبت منك الطلب ده يا محمود. حسن انت بتقول ايه؟ معلش يا محمود، شغلتنا علمتنا الاخ يخون اخوه. انا عمري ما خونتك يا حسن. وانا عمري ما خونتك، بس دي اخر خدمه بطلبها منك. ودي اخر مره هطوعك يا حسن. يبقى متفقين يا ابو حنفي.
حصل تأخير ليه؟ اتقل يا حاج، بقالنا كتير لابدين في الرطوبة والواحد ابتدى يتوغش. قلت لك بلاش تيجي معانا، احنا شركة وايد على ايد تسند، ولما استلم اسلمك. ما هو لو ما كنتش خونتني وكنت دفعت لي المبلغ كله في مصر كان الرجاله عملوا الواجب واحنا مرتاحين، وما كانش في داعي نيجي هنا لا انا ولا انت. حصل خير، ربنا يستر. سامحيني يا ام، انا ما نسيتكيش، عمري ما نسيتك، وكان لازم اجي ازورك من زمان. يا ريت تساعديني يا امي، انا محتار ومش عارف اعمل ايه، حاسس اني بقيت زي التايه. اخويا حسن محوطات ديابه، ابنك حسن لو دخل السجن هبقى انا لوحدي، اعمل ايه؟ ساعديني يا امي، ساعديني وساعدي حسن، خلي روحك جنبه، احميه من الديابه. في حركة في المية. الأخ غريب؟ اسمي مش غريب. اسمك كريم ايه؟ خليل. النص وانا معايا النص التاني. اشوف احنا جاهزين. يلا يلا رجاله. Thank you.
كده يا حاج سعد. اسم العقيد محمد فتحي يا ابو علي. حكومة؟ ما يقعش الا الشاطر. والفلوس اللي دفعتها لي ال50,000 جنيه دي فلوس الحكومة، يعني عهدة وضروري هتردها، مش كده ولا ايه؟ اما انا طلعت حتة تربش، وانا اللي كنت فاهم ان عمري ما هقع. انا اتخبيت اتخميت. محمود مع السلامة. الله يسلمك. فاطمة. نعم يا ماما. الدكتور بيقول انه هيجي يشوفه تاني بكرة. ضروري يجي يشوفه. وحضرته هيستنى هنا لبكرة؟ مش وقت الكلام ده يا ماما. محمود حالته وحشة، مش ممكن نتخلى عنه دلوقتي. احنا مالنا وماله؟ محمود كان خطيبي وكنا هنتجوز في يوم من الايام، وطلع قليل الاصل ونسيكي، ونسي العيش والملح اللي كلناه سوا، نسي الفتحة اللي قرتها مع المرحوم امه الله يرحمها ويحسن اليها. صحيح يخلق من ظهر الطيب فاسد، كان هو ولا اللي تنخفي سيرته حسن اخوه. انا اللي مرضتش بيه. ايه بس اللي حدفوا علينا تاني؟ لما يفوق ويقدر يتكلم حاب اساله. انا قلبي عليك يا بنتي. قلبك فيه الخير يا ماما، ما تخافيش عليا. خايفه تتعلقي به تاني ونرجع للغلب ووجع القلب بتاع زمان. زمان انا كنت صغيره. ما انت لسه صغيره ولسه بتحبيه. انا عمري ما كرهته. ومره رفضت تتجوزي ليه؟ وهفضل ارفضه طول ما هو عايش غلط. يا بنتي يا بنتي يا حبيبتي، مش خلاص قبضت على حسن؟ مدام لولا، احنا بنشكرك على تعاونك معانا، واحنا مش جايين المره دي عشان حسن. ارجوك. انا فاهم شعورك كويس، وعارف انها كانت تضحيه كبيره منك، لكن مطلوب منك تكملي خدمتك لينا. كفايه لغايه كده، ارجوكوا سيبوني في حالي. قلتلك احنا مش جايين عشان حسن، موضوع حسن انتهى، احنا جايين عشان محمود. محمود ملوش دعوه باي حاجه. طب ما شفتيش حسن بيدي محمود فلوس قدامك؟ شفته كتير. فلوس قد ايه؟ 100 200 حاجه زي كده. سياده المقدم بيتكلم عن فلوس اكتر من كده بكتير. شفته مره واحده بيديله 1,000 جنيه، مش فاكره كان هيشتري بيهم ايه. يعني لو مبلغ اكبر من كده تفتكري مين يثق فيه اكتر من اخوه عشان يديهوله؟ معرفش معرفش كده. طيب يلا بينا يا علي. في حاجة يا نفس فاطمة؟ الجورنال يا فندم. ماله جورنال؟ لو سمحت ممكن أشوف في حاجة وأرجعه لك. اتفضلي. ميرسي. الأنسة فاطمة مجاهد؟ أيوه. أنا المقدم جلال إمام. أنا معرفش حاجة أبدا بصراحة. أنا مش مصدقك. صحيح إحنا إخوات، لكن كل واحد كان عايش لوحده. غريبة، لكن ليه؟ كنا مختلفين مع بعض. واختلفتوا على إيه؟ شغل؟ فلوس؟ أسباب شخصية. أقدر أعرفها؟ لا. أنا الأسباب دي يا فندم. أنتِ؟ أنا كنت رافضة الجواز من محمود بسبب أخوه، وكان الحل إنه يسيبه يعيش لوحده. ليه؟ كنت حاسة إن حسن سيره بطال، وكنت خايفة ليه. خايفة من إيه؟ حسن كانت حياته مليانة أسرار، والفلوس الكتير اللي كانت معاه محدش كان عارف بيجيبها منين. ومحمود ما قالكيش ليه؟ أنا ما كنتش أعرف حاجة أبدًا. كنت بتشتغل معاه؟ لا. لكن كنت بتشوف معاه فلوس كتير مش كده؟ ايوه. ما سالتوش الفلوس دي منين؟ لا ما سالتوش. طب كان بيشيلها فين؟ في خزنته. كل فلوسه كان بيشيلها في خزنته في البيت. احنا فتشنا بيته لقينا الخزنه فاضيه. لازم نقلها في حته تانيه. حته تانيه فين؟ معرفش. حته تانيه عند شخص يكون بيحبه ويثق فيه. طبعا. انت اخوش ايه؟ وطبعا هو بيحبك ويثق فيك مش كده؟ وحسن هشيل فلوسه معايا ليه؟ هو مع ذلك تقدر تفتشني. احنا فعلا فتشنا بيتك. وطبعا ما لقيتوش حاجة. الفلوس اللي بندور عليها مهمة عندنا، ويمكن تكون موجودة هنا في البيت ده. وإيه اللي هجيبها هنا؟ ده بيتنا احنا، بيت ماما.
محمود ما جابش فلوس هنا. ممكن يجيبها هنا من غير ما تعرفه. يستحيل محمود يعمل معانا كده. يا حضرة حضرة الظابط، أقسم لك بالله العظيم أنا لما دخلت البيت ده ما كانش في جيبي ولا مليم. تفتيش البيت مسألة إجرائية ومهمة جدا بالنسبة لنا. يا حضرة الظابط، دول ناس طيبين وفي حالهم، حرام يكون جزاهم البهدلة والفضيحة بسببي. يعني مش عايزنا نفتش هنا؟ أرجوك. أمال نفتش فين؟ معرفش، وأنا هعرف منين بس. إحنا لحد دلوقت ما عندناش اتهام ضدك. يعني إيه؟ على العموم هنتقابل مرة تانية بقى. بتجري ورا جدع صايع زي سي محمود ده؟ أنتِ مش قادرة تفهميني يا ماما. اتفضلي حضرتك فهميني. دي فرصتي إني أرجع محمود زي ما كان الأول، وأحسن من الأول. يعني إيه؟ محمود جالي وهو مجروح عشان بيحبني، وعارف إن أنا بحبه. لو قفلت بابي في وشه تاني هيضيع، وحب أنا السبب. أنا هقف جنبه يا ماما، هساعده، هخليه يعرف إن الحب اللي بيربط بينا أقوى وأغلى من أي فلوس في الدنيا. المتهم حسن عطية يا فندم. تعال يا حسن. أنت معترف يا حسن مش كده؟ معترف بيه يا سعادة البيه. بالعملية كلها؟ كل حاجة من تدبيرك، الرجالة والمخدرات وكل حاجة بتاعتك مش كده؟ كده يا سعادة البيه. والفلوس؟ فلوس يا سعادة البيه؟ الخمسين ألف جنيه اللي خدتهم من العقيد محمد فتحي. أنا ما أعرفش العقيد محمد فتحي. تعرف الحاج سعد؟ آه هو ده، يبقى أعرفه يا بيه. الفلوس اللي خدتها منه كام؟ أنا ما خدتش منه فلوس يا بيه. العقيد فتحي بيقول في التحقيق إنه إداك شنطة فيها خمسين ألف جنيه كدفعة أولى من تمن المخدرات اللي هياخدها منك. ما حصلش. أمال العقيد فتحي بيقول كده ليه؟ ما أعرفش، اسأله يا بيه. أنت معترف بكل شيء يا حسن، إشمعنى النقطة دي اللي بتنكرها؟ وانكرها ليه يا بيه؟ لو حصل كنت اعترفت بيها. إنكارك أخذ الفلوس ما يفيدكش بحاجة، لكن يضر العقيد فتحي ضرر كبير، وهو ده اللي أنت تقصده من الإنكار. وهيفيدني بإيه ضرره يا بيه؟ عشان هو اللي وقعك ورماك في السجن وعاوز تنتقم منه. ربنا موجود يا بيه، ينتقم منه من كل ظالم. يعني أنت مصمم على إنكارك استلام مبلغ الخمسين ألف جنيه من العقيد محمد فتحي؟ مصمم ومصمم ومصمم يا بيبي التلاتة. أنا اللي خدت منه خمسين ألف ولا خمسين قرش حتى. طيب يا حسن، يستمر حبس المتهم حسن عطية. جلال بيه، ازيك دلوقتي يا محمود؟ الحمد لله. خفيت؟ أيوة. أنت كملت بالظبط؟ ما خلاص بقى، كل شيء انتهى وراح لحاله. أنت كنت مضروب بمطوة في صدرك مش كده؟ انت سيادتك عارف كل حاجة اهو. ومين اللي ضربك؟ اتنين تلو عليا بمطاوي. ضربوك ليه؟ علشان يسرقوني. عملت محضر؟ لا. ليه؟ اصلي كنت تعبان وحالة وحشة اوي. سرقوا منك ايه؟ سرقوا كل معايا، فلوسي وساعتي، ما خلوش حالتي حاجة. الفلوس كتير؟ ابدا، المبلغ غايف. كام؟ اقل من خمسين الف جنيه؟ خمسين الف جنيه؟ التاكسي ده بتاعك مش كده؟ ايوه. انت ناوي تتجوز مش كده؟ ربنا يسهلها. اظن فاطمه بتشتغل موظفه. هو سيادتك جاي تقابلني عشان تناقشني في مشكله جوازي من فاطمه؟ ومشكله الخمسين الف جنيه. اخوك خد المبلغ ده من الضابط اللي قبض عليه بعد ما اتنكر في شخصيه واحد اسمه الحاج سعد. هو الحاج سعد ده اداهم لاخويا ليه؟ المبلغ كان طعم عشان يثق فيه ويشركه في العمليه دي. برضه مش فاهم، انا صلتي ايه بالعمليه دي؟ الخمسين ألف جنيه عهدة ميري، ولازم يرجعوا خزينة الدولة. كويس. لا مش كويس. أخوك قال في التحقيق إنه ما خدش من الظابط المبلغ ده. يمكن ما خدهمش صحيح. الظابط ما يكذبش. اشمعنى حسن هو اللي يكذب؟ عشان الكذب مش غريب على واحد خارج على القانون زي أخوك. إحنا كلنا بشر، كلنا معرضين نقع في الغلط، في الكذب. إحنا عندنا أدلة إن أخوك خد المبلغ ده من الظابط، والحكومة لازم تسترد فلوسها. وليه حسن بينكي إنه خد الفلوس؟ عشان ينتقم من الظابط. وسعادتك بتقول لي الكلام ده كله ليه؟ يمكن تقدر تساعدنا. لو في امكاني اعمل اي حاجه انا تحت امرك. تكلم اخوك، تحاول تقنعه. اقنعه بايه؟ يعترف انه خد الفلوس ويرجعها. ازاي؟ قول له اذا ما كانش هيعترف هو هتعترف انت. اعترف انا بايه؟ بان الخمسين الف جنيه معاك. معايا انا؟ ابدا. امال مع مين؟ معرفش. تبقى مخبيها او شايلها مع حد،
شايلها فين يا محمود؟ هي الفلوس دي معرفش عنها اي حاجه ولا اعرف هي فين. احنا اتفقنا انك تساعدنا. اساعدك وتودوني في داهيه؟ انت كده هتودي نفسك في داهيه، مع انك لو تساعدنا وترجع الفلوس احنا كمان هنساعدك ونطلعك من الحكايه دي زي الشعره من العجين. يا بيه صدقني انا معرفش حاجه عن الحكايه دي، انا راجل في حالي وعايز اعيش، ابعدوا عني انا في عرضكم. لو تسمع كلامي وتحكم عقلك هترتاح. الفلوس دي مش هتفيدك بحاجه ابدا، ارقام الفلوس عندنا كلها، واي قرش هنلاقيه معاك هيعرضك للسؤال، ولازم تقدم لنا تفسير عن مصدره. يعني عمرنا ما هنبعد عنك ولا نسيبك في حالك. وعايز انبهك لحاجه مهمه كمان، اخفاء معلومات تفيد العداله او اخفاء اموال امريه مسروقه جريمه. انا قلبي عليك يا محمود، انت لسه شاب وقدامك مستقبل لازم تفكر فيه. يا بيه انا بلاش ترد عليا دلوقتي، عندك وقت تفكر على مهلك، فكر في حياتك ومستقبلك. اللي بيدور على الاستقرار والحياه الشريفه لازم يتخلص من ماضي ويرميه ورا ظهره. اللي واخد عقلك مالك يا محمود؟ دايخ. سلامتك، حاسس بإيه؟ أنا مش عيان، دماغي هتنفجر من كتر التفكير، لازم أعمل حاجات كتيرة ومش عارف أبتدي منين. أنا كنت ناوي أسألك هتعمل إيه؟ ما تسألنيش، قولي لي أعمل إيه؟ فكري معايا، ساعديني. حسن أخوك كان دايماً بيفكر لك، يظهر إنك خدت على كده وبطلت تفكر أنت. جايز، لكن ده مش معناه إني فقدت شخصيتي. أنا ما قلتش كده. أنت عندك حق، المشكلة مشكلتي لوحدي ولازم أواجهها. نواجهها سوا لو حبيت. فاطمة، تجوزيني. اتفضلي هنا، اتفضل. ألف مبروك. ألف مبروك يا بنتي، مبروك يا محمود يا ابني. الله يبارك فيكي. شطرة اسم الله عليها. تعالي يا حلوة تعالي. اتفضلوا. مبروك عريس، 50,000 مبروك يا ابو حنفي. ولو انك ما عزمتناش لكن فرحتنا النهارده ما تتقدرش، ولما ابو علي هيعرف هيفرح قدنا واكتر. انت شفته؟ الراجل قلقان عليك، انت ليه ما زرتوش؟ قال لك ايه؟ عاوز يشوفك ضروري. ما قالكش ليه؟ يعني هيكون ليه؟ الفلوس، ال50,000. انت كمان يا عتريس؟ ما انت عارف بقى مصاريف القضيه، والمحامين ناحلين وبرنا في الرايحه والجايه. الفلوس مش معايا. ازاي بقى؟ امال يعني مع مين؟ بقولك مش معايا. يبقى الواجب بقى تقابل اخوك وتقوله، ولا ايه؟ استأذن انا واسيبك لعروستك يا ابو حنفي، ومبروك، 50,000 مبروك. سلام عليكم. مبروك يا محمود. الله يبارك فيك. مبروك يا ست فاطمة. متشكر. ده أحسن خبر وصل لنا النهاردة، وعشان كده جيت أهني بنفسي. متشكرين يا جلال بيه. مفيش تكليف بالأصحاب، وأنا جاي لك النهاردة أهنيك كصديق مش أكتر. يا ريت يا جلال بيه. أنت يظهر بترفض صداقتي. أنا نفسي أصدقك. وأنا يا بخالتك يا حسن. الحاج سعد ما يهمنيش في حاجه. لولا الخاينه اللي تحب يخسر اكتر. مش دي كلمتك يا حسن؟ كانت تعرف كتير. كانت تعرف الحاج سعد، بس كانت بتحبها وعملت العربيه هي اللي خلتها تعمل كده. اللي يحب ما ياخدش. مش هي اللي خانت يا حسن. انا ما حبيتهاش. لو كنت حبيتها ما كانش ده حصل. سيبنا من السيره دي، انا حسابي مع لولا بعدين. قول لي انت الاول، اخبارك ايه؟ البوليس ماله؟ ورايا. ليه؟ ما انت عارف الامانه. قلت لهم ايه؟ ما اعرفش انا حاجه. افارم عليك. طب وبعد كده؟
هتفضل ما تعرفش حاجة. دي فلوس حكومة، ولو ظهر منها قرش هحصلك هنا والحديد في ايديا. ما تخافش يا محمود، طنش انت ونام على الأمانة. دي هي دي الخميرة نعوض بيها كل اللي راح. طب مش لما ربنا ياخد بيتك؟ المحامين بيقولوا كلام حلو قوي. هنلبس القضية للظابط، هنلطحها فيه، هنقول ان كان عاوز يلعب فلوس الحكومة 50,000 جنيه، هنضيع مستقبله زي ما ضيعنا. ما بلاش يا حسن. يعني ايه؟ الفلوس مرقومة، وحتى لو طلعت ملهاش قيمة. دي السكة الوحيدة اللي هتطلعني من هنا. ما اظنش. كلامك غريب يا محمود. الفلوس دي هم على قلبي وقلبك، طوق حديد حوالين رقبتي ورقبتك. ما هو ده ظني فيك، لو مش قدها سلم الأمانة العتريس. لا يا حسن. لا يعني ايه؟ يعني لو هسلمها هسلمها لاصحابها. انت مجنون؟ ما تخافش، مش وقته اعمل كده. لو حسيت لحظه ان ده في صالحك هسلمها يا ابو علي. انت اخويا يا محمود. انا اسف يا حسن، اشوف وشك بخير. محمود 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 محمود. مساء الخير يا معلم. مساء الفل يا سي محمود، وعندك كمان شيشه ناديه. مساء الخير يا بطل. يسعد مساك. ماما نامت؟ من بدري. معلش تاخرت عليك شويه، اصل الشغل كان على ودنه. امال فين فوطه الصفرا؟ استعملتها طبعا، امال انا جيت ازاي؟ هحضر لك لقمه تاكلها على ما تغير هدومك. يلا لحسن انا ميت من الجوع. مساء الفل يا مدام. محمود. ايوه بطل. عطريس. اهلا بيك يا ابو حنفي. اتفضل. انا شفت العربيه تحت، عرفت انك هنا. خير ان شاء الله. خير. انا بشربها ساده يا مدام. اتفضل عطريس. حسن بيسلم عليك. الله يسلمك. طالب الامانه. اني امانه؟ ال50,000. سبق وقلت لك ان الفلوس دي مش عندي. وصدقتك وحياتك ابو حنفي، لكن حسن اخوك بيقول ان المبلغ عندك. حسن غلطان. مش عيب، ده حسن اخوك الكبير برضه ما يغلطش. حسن قال لي اخد المبلغ كله منك. وانا بقول لك وقلت له الفلوس مش عندي، وقلت له كمان انها مرقومه. ما تحملش هم، انا هتصرف، دي شغلتي. قلت لك مش عندي. ما تخلينا اصحاب احسن ابو حنفي. انت بتهددني يا عتريس؟ الفلوس مطلوبه حالا لمصلحه حسن اخوك. وايه مصلحته بقى؟ ما اقدرش اقول لك. وانا ما عنديش فلوس. وكفايه كده قوي بقى يا عتريس، انا راجل شقيان طول النهار وعايز ارتاح شويه. القهوه. قهوه دايما يا مدام. استاذن. سيبيني شوية يا فاطمة. لا أنا متضايق شوية. عارف. طب سيبيني بقى. لا محمود، الراجل ده عايز منك إيه؟ فاطمة. محمود أنا حاسة بيك، أنا مراتك ومن حق أعرف إيه اللي أنت مخبيه وتعبك بالشكل ده. بعدين هقولك. محمود الناس دي عايزه منك ايه؟ حسن وعتريس والظابط جلال. قول لي يا محمود، خليني افكر معاك يمكن اقدر اساعدك. سيبيني انا افكر لوحدي. تفكر لوحدك؟ ده كان زمان، دلوقتي احنا الاثنين واحد، واي مشكله لازم نواجهها سوا. قول لي يا محمود، عايزين منك ايه؟ كلهم عايزين حاجه واحده. والحاجه دي عندك؟ ايوه، بس مش عارف اديها لمين. وايه هي الحاجة دي؟ أرجوك يا فاطمة اعفيني بقى من الكلام، أنا تعبان وعايز أفضل لوحدي.
سلام يا رجاله. على فين يا هانم؟ المعادي من فضلك. قمر محمود، مش معقول انت بشتغل سواق تاكسي زي ما انت شايف. لكن ليه؟ الدنيا ما بتفضلش على حال واحد. لكن ازيك انت وازاي احوالك؟ يا ترى اتجوزتي؟ مخطوبه. لكن انا سمعت انك اتجوزت، صحيح يا محمود؟ الحمد لله اتجوزت واحده كنت بحبها من زمان. عقبالك يا قمر. ومراتك موافقه على شغلتك دي؟ يعني ما كانش في شغلانه تانيه يا محمود؟ ما هي دي عربيتي وانا بشتغل عليها زي واحد فاتح دكان صغير وبيشتغل فيه. وبيكفيك الايراد؟ ده انت زمان كنت بتلعب بالفلوس لعب. بيكفي وبنحوش منه وحياتك. ربنا يسعدكم. بينا بقى على المعادي. مع السلامة يا قمر، وفرصة سعيدة أوي. كام العداد؟ إيه وهو معقول أدفعك برضو؟ أنت مش مصدقة إنها عربيتي ولا إيه؟ ميرسي أوي يا محمود. عن إذنك. معقولة؟ هتشيل الشنطة كمان؟ ولا يهمك. اتفضلي. دخلها في الصلاة وحياتك يا محمود. حاضر. الباب مش هيتفتح. باتريس. شرفت يا ابو حنفي. يا قمر بتشتغل حسابك اليومين دول ولا ايه؟ شاطر. قد انت فهمت. طول عمرك حدق. انا لو حدق كنت فهمتها اما تجرجرني لغايه هنا. انت هنا في بيتك. انت عايز ايه؟ ما انت عارف هي صوره. وانت عارف ردي يا اخي، هي صوره. مش تفهم الاول عاوزين فلوس ليه؟ حسن قال لي اقول لك على كل حاجه. مفيش فايده من كلامك يا عتريس. حسن ناوي يهرب. يهرب منين؟ بالسجن. ناوي يهرب بره مصر كمان. انت بتقول ايه؟ ازاي؟ ومين اللي هيهربه؟ الفلوس اللي معاك، ال50,000 جنيه يا ابو حنفي. اه بقى هي دي الحكايه، لفت اوانطه عشان اخليني اسلمك الفلوس. العب غير يا عتريس. برضاك هتسلمها غصب عنك هتسلمها. اختار بقى اللي يعجبك. انت بتهددني تاني يا عتريس؟ المره دي باذن من اخوك. طب وريني بقى هتعمل ايه؟ ما تنساش انك متجوز وبتحب مراتك وحياة مراتك تهمك طبعا. ما تجيب سيد مراتي على لسانك يا كلب. المرة دي عينة بس، المرة الجاية حاجة تانية. قدامك فرصة يومين ما طلعتش بالفلوس هتتعب قوي عريس. ارموه برا. عتريس افرض انه راح البوليس هيقول لهم ايه؟ ضربوني؟ هيسألوه ضربوك ليه؟ ما يقدرش يقول لهم انه نايم على الفلوس وعاوز ياكلها لوحده. خمسين الف جنيه والفلوس دي فين؟ مخبيها. فين؟ مع الأموات. أموات؟ محمود أنت هتخبي عليا؟ أنا خايف عليكي. الناس دي مستعدة ترتكب جريمة قتل عشان تعرف الفلوس فين. من هنا ورايح أنا اللي هوديكي واخدك من الشغل، مفهوم؟ حاضر. لكن أنت هتعمل إيه؟ مش عارف. مش عارف.
نبلغ البوليس. اقول لهم ايه؟ انا متورط بالفلوس دي في المشكله كلها. رجع الفلوس. ارجعها لمين؟ لاصحابها، للحكومه. وعتريس ورجالته. امال هتديها للمجرمين دول؟ لو اديتها لهم هتسجن. سيادتك طلبتني تاني. وحشتني يا اخي. مين اللي عمل فيك كده؟ ولاد الحرام كتير. عتريس؟ ضربوك ليه؟ مش عارف. سلمتهم الفلوس؟ ما كانوش ضربوني. يمكن سلمتها بعد ما ضربوه. ازاي سلمهم حاجة وهي مش معايا؟ افرض انها معاك كنت تسلمها لمين؟ لاصحابها، للحكومة. للحكومة؟ ليه؟ عشان الفلوس بتاعت الحكومة. عرفت ازاي انها بتاعت الحكومة؟ انت اللي قلت لي. ودلوقتي بقول لك ان انا متأكد ان الفلوس معاك. وعايزني سعادتك اعترف بكده وادخل السجن برجليا؟ مفيش سجن ولا حاجة. انت اخو المتهم ومن حقك تبرأه بأي طريقة. يعني لو سلمت الفلوس مفيش أي مسؤولية عليك، ولو حبيت ممكن ما نجيب سيرتك خالص، ونقول إن اللي سلم الفلوس مجهول، ومحدش يعرف أبداً إنه كان ليك صلة بالحكاية دي كلها. أنا قلبي عليك يا محمود، جهات التحقيق كتير، والخوف لجهة منهم توصل للفلوس واللي معاه الفلوس قبل ما يتكلم. ساعتها لو طلعت أنت محدش هيرحمك. فكر على مهلك. فكر كويس وبعقله وما تضيعش الفرصة. أنا في انتظارك في أي وقت. مساء الخير. يسعد مساك يا ابني. امال فاطمه فين؟ نايمه في اوضتها. نامت من دلوقتي؟ بتقول تعبانه شويه. سلامتها مالها؟ مفيش حاجه يا ابني، مراتك بتتدلع. اصلها بتتوحم يا سيدي. ايه؟ صحيح والنبي؟ بتتوحم؟ يعني ايوه يعني. الف مبروك يا ولاد. بطه بطاطا. روح قلبي. ليه خبيتي عليا؟ ليه ما قلتليش؟ ليه ما فرحتنيش؟ افرحك بايه؟ بالنونو اللي جاي. نونو ايه؟ أنا عيانة. لا والنبي يا ابني ده وحم بس جايلها بنوم. تصور العيانة دي كان نفسها تاكل فسيخ من ساعة واحدة. فسيخ؟ ده أنا هنزل أجيب لك فسيخ حالا يا حبيبتي. هروح رشيد بلد الفسيخ نفسها. أنا مش عايزة حاجة. عايزة تسيبوني أنام وأرتاح. حاضر. نامي وارتاح زي ما أنت عايزة. إيه في إيه؟ ابعد وشك عني يا محمود. ريحة السجاير بتخلي نفسي تغم عليا. يا أخويا. العيانة قال. ماشي يا محمود. حسن مالك؟ أنت شفت عفريت؟ أيوه حسن. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أيوه كده افتكرتك مش هتقولها. مين معاك هنا؟ اهلا يا سي حسن، شرفت بيت اخوك. مرحب ست ام فاطمه، وحشتينا قوي. امال فين العروسه؟ مش عاوزه تقابلني ولا ايه؟ ازيك يا سي حسن؟ اهلا مرات اخويا، اهلا بعروستنا، الف مبروك. ولو انها جت متاخره شويه، لكن معلش انت عارفين الظروف طبعا. انت خرجت من السجن امتى؟ النهارده. طلعت افراج. افراج؟ المحامي قدر يطلعني بكفاله. ألف حمد لله على سلامتك يا ابني، عقبال البراءة. أنا جعان، واقع من الجوع، ألاقي لقمة في بيتك يا أبو حنفي. أمال يا سي حسن، من عينيا الاتنين يا ابني. اتفضل مع أخوك لحد ما أحضر لكم لقمة تاكلوها. أنا جاية معاك يا ماما. وماله يا بنتي؟ ده احنا زرنا النبي يا سي حسن. الله يكرمك يا ست أم فاطمة. نقدر نقعد لوحدنا يا أبو حنفي؟ اتفضل. خرجت امتى؟ النهارده. خرجت بكفاله صحيح؟ هربت. هربت؟ حسن ما تخافش، انا مش هستنى كتير. غايته اكل لقمه واتوكل على طول بعد ما تناولني الامانه.
الأمانة؟ أنا محتاج للفلوس يا محمود. الزومة ملوكي. كله من خيرك وخير أخوك يا ابني. ألف هنا وشفا. لو احتجتوا حاجة ابقى انده عليا يا محمود. تسلم إيدك يا ست الكل. أنا لا أعرف أكلكوا طعم كده، كنت هربت من السجن. يلا بسرعة. بسرعة. أنت اطلع فوق. مين؟ افتح الباب. استنى. حسن. افتح الباب. طيب طيب. أديني حد حوالي اللي بتخبط. تعالى من الشباك. خد بالك يا ابو علي. ده بيت محمود عطيه؟ ايوه. انت مين؟ انا مراته. وهو فين؟ انا هو يا حضره الظابط. نعم، في ايه؟ ايه الحكايه؟ اخوك حسن فين يا محمود؟ في السجن. اخوك حسن هرب من السجن. ايه؟ هرب؟ هرب امتى؟ ما جاش هنا؟ لا بيه ما جاش. والست تبقى مين؟ ماما. حسن ما جاش هنا استهانم؟ يا بيه ما قلت لك ما جاش. اسكت انت. يا بيه ما حدش غريب جه هنا الليله غير حضرتك والناس اللي معاك دول. ما فيش حد يا فندم. فتشنا السطوح، ما فيش حد يا فندم. تعال معانا يا محمود. انا؟ ليه؟ انت مطلوب بالاسم. انت بتورط نفسك اكتر يا محمود. انا ما عملتش حاجه. كل اجهزة الامن بتطارد اخوك دلوقتي، واللي يخفيه او يساعده على الهرب بيعتبر شريك معاه في جريمته. انا ما شفتوش. انا بحذرك، ده اخر فرصة قدامك. المسألة بقت اخطر مما تتصور، خصوصا بعد الجريمة البشعة اللي ارتكبها اخوك النهاردة. جريمة؟ جريمة ايه؟ هو ما قالكش؟ ما شفتوش، هيقولي ازاي؟ فندم خده برا دلوقتي. حاضر يا فندم. اهلا يا مدام فاطمه. واخدين محمود على فين يا جلال بيه؟ اتفضلي اقعدي يا مدام، انا عاوز اتكلم معاك شويه. انا عايز اعرف قالك ايه. جلال عارف ان الفلوس معاك. انت اللي قلتي له الفلوس معايا. انا ما قلتلوش حاجه. وتلاقيك قلتي له كمان ان حسن كان موجود. لا، انا كل اللي قلتوله ان انا ما شفتش حسن من زمان. انا عايز اعرف قاعد معاكي كل ده ليه. اوعى تكلمني كده تاني، اوعى تشك فيا. انا لو كنت عايز اقول كنت قلت ان الفلوس موجوده في تربه المرحومه امها. انت شرفك من كلامك يا محمود. الفلوس مدفونه مع الاموات، انت نسيت؟ فاطمه ما تخافش، انا كل خوفي عليك انت. هتديله الفلوس. هو مين؟ حسن. انا سمعت كلامكم كله. مش عارف. الظروف اتغيرت. لو هتديله الفلوس يبقى هتخش السجن برجلين. حسن ده اخويا يا فاطمه. وانا ماليش حساب عندك. لو جرالك حاجه هعمل ايه؟ شكرا. يا اسطى. على فين؟ الجيزه لو سمحت. لو سمحت بسرعه شويه. حاضر. ادخل يمين في اللي جاي وبعدين يمين برضه. بس دي مش سكه الجيزه. اعمل زي ما بقول لك. حاضر. يا
كتير؟ ارجع الجيزة بقى. بس ما اخ، حط المسدس ده في جيبك، انا عارف تاخدني على فين وانا موافق وجاي معاك من غير المسدس والحركات القارعة بتاعتك دي. اتفضل. سيبوه. تقدر تمشي يا محمود، وتقدر تسلم الفلوس للحكومة زي ما انت عاوز. محمود، عاوزك تعرف حاجة قبل ما تمشي. ادعيت ان انتحرت، ولما نقلوا لي المستشفى في عربية الإسعاف كان معايا عسكري. ورحت العتريس، والباقي انت عارفه. اخوك قتل واحد بس، وانت هتقتل العيله بحالها وهتقتل نفسك اذا ما سلمش الفلوس لحسن. يعني هقتله بايديا يا فاطمه. حسن هو اللي قتل نفسه. اخوك مجرم اناني، كل همه انه يضيعك معاه، وانت ناسي ان احنا كمان هنضيع معاك. ايوه بس ده اخويا يا فاطمه. وانا مراتك. انا مش عارف افكر، مش قادر اتصرف. يعني عايزاهم يقولوا ده سلم اخوه لحبل المشنقه، وانت عايزهم يشاوروا على ابنك في يوم من الايام ويقولوا ان ابوك انا مجرم. سلم الفلوس للحكومه ارجوك يا محمود. وانا ارجوك تسيبيني لوحدي شويه. هي كلمه واحده هقولها لك، حياتك وحياتنا ما بقتش من حقك لوحدك، انا كمان من حقي احافظ عليك وعليها. حسن قتل واحد بس، وانت هتقتل العيلة بحالها وهتقتل نفسك. سامحيني يا ابو، سامحني يا حسن، الفلوس لازم ترجع لاصحابها. محمود مش ممكن يعمل كده، محدش يعرف مكان الشنطة غيره. مش جايز يكون حسن عارف مكانها، مش جايز اتسرقت، مش جايز. انت عملت اللي عليك، كلنا حاولنا ننقذ محمود من نفسه، لكن محمود خلاص خطى برجليه للنار. سامح، الفلوس الشنطة. بينا عتريس. أنا خايف نتأخر. لسه بدري، الطيارة هتوصل بعد الفجر بشوية. المهم نوصل في الميعاد، دي مسألة حياة أو موت. والطيارة إزاي هتنزل في الصحراء؟ أنا شاكك في الحكاية دي يا حسن. هتشوف يا ابو حنفي، الفلوس تساوي العجايب. اخوك هو اللي قتل نفسه، حسن مجرم اناني.
هيتشاور لمين؟ الدليل اللي هيخش معانا السهر. اهو جاي. السلام عليكم. عليكم السلام يا ميركا. هي الطيارة هتوصل الساعة كام بالظبط؟ عالتريس بيقول هتوصل بعد الفجر. انت ساكت ليه؟ اسألني عن الطريق، الباقي عين معين ده الله. هو ده المكان؟ ان شاء الله. انا عايز اعرف ازاي الطياره هتنزل في حته زي دي، وازاي اي طياره تقدر تدخل وتخرج بالسهوله دي؟ هي البلد فاضيه يا حسن. يا حسن الفار بيلعب في عبي. احنا لسه عندنا فرصه، العربيه معانا والوقت لسه بدري، وفي مليون طريقه عشان اسكت. اتوكل انا وعاود، الطياره معادها الفجر. حسن بالسلامه يا شيخ العرب. السلام عليكم. انت هترجع لوحدك في الصحراء؟ الصحراء دارنا والنجم صديقنا. انت رايح فين؟ سيبه عتريس. اسيبه ازاي يا سابر؟ مين يعرف مكاننا وسرنا غيره؟ الخيانه طبع الجبان. وافرض ما جاتش الطياره، مين هيرجعنا تاني؟ وافرض ما جاتش الطياره، هنرجع تاني يا عتريس؟ بس انا بقى مش ممكن اسيبه، يقدر يمشي لما الطياره تيجي. عندك حق يا عتريس، احنا ما بنخونش حد يا شيخ العرب، بس الاحتياط واجب ولا ايه؟ مظبوط. لا يا اخويا. انت بتبص لي كده ليه يا محمود؟ خايف نكون ماشيين في سكه غلط. هي دي اخره السكه الغلط اللي مشينا فيها من زمان يا محمود. ندمان؟ هو الميت بيندم؟ ما تقولش كده، انت هتعيش يا حسن. أنا ما تهمنيش نفسي، المهم أنت. أوعى تفتكر إن أنا نسيتك، أنا دفعت تمن هروبي أنا وأنت، الطيارة هتشيل اتنين بدل واحد. يعني كنت متأكد إني حاجة أسلمك الشنطة؟ زي ما أنا متأكد إنك أخويا يا محمود. وعتريس مش هيجي معانا؟ عتريس مش أخويا. حسن. عتريس ما يعرفش حاجة. وافرض إنه عارف. اللي مشي في سكة لازم يكملها. عشان كده وافقت ان الدليل. حسن حسن تعال. عتريس. ايوه عتريس، لما بانت نيته قتلته. يعني ايه؟ تنك البنزين فاضي والعربيه ما فيهاش ولا نقطه. مش ممكن يكون هو اللي فضاها. ارمي المسدس اللي في جيبك واسمعني كويس. عايز فلوس يا عتريس. ايه؟ خد الفلوس يا محمود. طول عمرك كنت تقول الفلوس تعمل مستحيل. محمود عتريس عايز الفلوس يا حسن. خد الفلوس. خد الفلوس اهي. محمود انا مش عاوز الفلوس يا محمود. احنا شركاء. او كنا شركاء. بس انا كمان اتغدر بيا. انا من الاول عارف ان الطياره ما تشيلش غير اتنين. يعني ما كانش ليا مكان في الطياره. ولا نصيب في الفلوس. امال ايه اللي انت عاوزه يا عتريس؟ نص اللي في الشنطه. وبعدين؟ همشي. هتروح فين؟ الدنيا لسه نهار، يعني في امل. عندك امل. لم كل الورق يا حسن. 50,000 ايه؟ عايز كمان؟ خد يا حسن. خد خد. خلي كل اللي فاضل لنا من الدنيا. 50,000 جنيه.